قر لحم وعصير بس بعد عمري. زين تبي اخليه احط فيه شطه ويا الكشتاب؟ ايه شطه وكاتشب زياده. الله يعطيك العافيه. بس هو بس ولا همبرجر؟ ايه بس الله يعطيك العافيه بعد عمري. خله دجاج. ها؟ دجاج تبي؟ ايه دجاج بعد عمري. الله يعطيك العافيه. عصير تبي العصير ريضيك؟ مزاز، عصير مزاز. الله يعطيك العافيه يا حبيبي، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. طبعا مش بسرعه بصراحه. والله ابليس قايل لك ان انت ابليس، قايل لك قلب السحر على الساحر.